الاحتلال الإسرائيلي يرفض أمام محكمة العدل الدولية اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية في غزة. جنوب أفريقيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي أدلة في الاتهامات الموجهة إليه، ويطالب محكمة العدل بوقف العدوان على غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 23,000 وأكثر من 60,000 مصاب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا. ما بين دعوات لوقف إطلاق النار والمطالبات بإنقاذ الإنسانية، إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة، بينما تمثل أمام محكمة العدل الدولية باتهامات ترفض الاعتراف بها بالإبادة الجماعية. ومن لاهاي إلى البحر الأحمر، تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة بعد استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا قوات الحوثي في اليمن. رفضت إسرائيل الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية في قطاع غزة تهدف للقضاء على الفلسطينيين. وزعمت إسرائيل أمام المحكمة أن حربها دفاعا عن نفسها، وأنها تقاتل الفصائل الفلسطينية وليس سكان، داعية المحكمة إلى رفض الدعوة. كانت جنوب أفريقيا أبرزت في دعوتها جرائم المحتل الإسرائيلي الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23,000 فلسطيني، مشيرة إلى أنه يهدف إلى القضاء على السكان في قطاع غزة. أكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الاحتلال الإسرائيلي غير متوازن ولم يقدم أي أدلة تنفي الاتهامات الموجهة إليه. كما أشار الفريق القانوني إلى أن محكمة العدل الدولية أقيمت على أساس قانون منع الإبادة الجماعية، وعليها اتخاذ إجراءات لوقف العدوان على غزة. من جهته أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدموا به، مؤكدا أنهم متمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدموها. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. في سابقة تاريخية، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ففي خضم احتدام العدوان على غزة تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى تقع في 84 صفحة أمام المحكمة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، مرافعة تاريخية قادتها جنوب أفريقيا صاحبة الادعاء خلال جلسة الاستماع، حيث حثت القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري للعدوان الوحشي على قطاع
غزة بعد أن استعرضت انتهاكاتها ضد الشعب الأعزل بالأدلة والبراهين، مستدلة إلى نصوص القوانين الدولية ومراهنة على ضمير الإنسانية. في 6 أكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزة على الأقل قامت إسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية، والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير، حيث أن إسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير، وذلك على أرض غزة. إسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت الاستعمار من قبل إسرائيل، ونقوم بإدانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى. لا يوجد أي هجوم بغض النظر، حتى وإذا كان الهجوم الذي أدى إلى فظائع لا يعد مبررا أو دفاعا لأن نصل إلى خرق هذه الاتفاقية. الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أبى أن يحصر الممارسات الإسرائيلية في فعلتها الأخيرة فقط، بل أصر على استعراض الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، محملا المجتمع الدولي مسؤولية فشله في منع الإبادة الجماعية في غزة. ولأنها لم تكن عشوائية، فقد أكد فريق الادعاء أن أفعال إسرائيل خلال العدوان كانت بقصد وعن عمد بغية تحقيق هدفها في الإبادة الجماعية، مشيرا إلى التهجير القسري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بالكامل. ولأن الصورة أبلغ دليل، استعرض الفريق مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يرقصون ويتوعدون سكان قطاع غزة بالدمار. وبعيدا عن مطالب الإدانة والإخضاع للعقوبات، يبقى الطلب الرئيسي والاستعجالي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضمن مرافعتها هو وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. أن القتل الجماعي التي ترتكبه إسرائيل غير آمن على مدني غزة. فالآن 23,360 شهيداً فلسطينياً وقعوا جراء القصف والهجمات الإسرائيلية على غزة في 97 يوماً، و70% من هذا الرقم نساء وأطفال، وهناك 7,000 فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الركام ويفترض أنهم قد ماتوا. إلى ذلك تبقى آمال العالم معلقة بكلمة قد تنقذ الإنسانية وتعيد الحقوق لشعب تعرض لكل فنون الانتهاكات منذ 75 عاما.
ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، يعني تعد نية ارتكاب الإبادة الجماعية هي العنصر الأكثر صعوبة في تحديده وفقا لتعريف الأمم المتحدة، فهل تتوقع نجاح جنوب أفريقيا في إثبات توفر هذه النية في ظل ظروف إصرار إسرائيل على إنكار تلك التهمة؟ يعني أتصور بالفعل أصعب نقطة هي فكرة هذه النية، نية الإبادة وإثبات هذه النية، ولكن أتصور أن ثمت يعني أدلة كثيرة بتطرى في هذا الخصوص يمكن أن يقدمها الدفاع، سواء كان أنه تصريحات المسؤولين أنه لا يوجد مدنيون في قطاع غزة، وإنما الكل يتبع حماس والفصائل المقاومة، سواء كان قصف المستشفيات، سواء قطع المياه والإجبار على التهجير وقطع كل وسائل الحياة، كل هذه سواء كان هذا القصف العشوائي لهذه المساحات التي محيت من على خريطة غزة والعائلات التي شطبت أسماؤها من السجلات المدنية، كل هذه يعني أدلة توفر نية هذه الإبادة. فهذا فيما يتعلق بهذا الركن المعنوي، نية الإبادة وإثبات هذه النية. أما الركن الشرعي فهو موجود ومتعارف عليه، الصفة غير المشروعة لهذه الأفعال الإجرامية وفقا لاتفاقية تجريم هذه الجريمة البشعة الإبادة الجماعية من خلال الأفعال المرتكبة بقصد التدمير للجماعة قومية أو عنصرية أو دينية، ومعروف أن يعني الفلسطينيون فقط ذنبهم وجريرتهم أنهم فقط فلسطينيون، يتم قتل ما يربو على 23,000 مواطن فقط لأنه فلسطيني. فهذا هو الركن الشرعي، والركن المادي والركن الأخير هو يعني الأفعال الإجرامية وهذه النتائج الكارثية وعلاقة السببية التي تربط ما بين الفعل المادي والنتيجة، وتثبت أنه لولا تلك الأفعال لما تحققت هذه النتائج بالشكل الذي يعني تحققت به. فتصور أن الأركان يعني ثابتة ووافرة، ويمكن للدفاع أن يثبتها وتحكم المحكمة بما ورد في لائحة طب الإتهام. يعني بالتفكير أو بالحديث عن حكم المحكمة، ومن واقع متابعتك لمجريات الجلستين، إلى أي مدى قد تسفر عن وقف نزيف الدم في غزة؟ أتصور أن يجب التفرقة ما بين أمرين، مسألة الحكم بالإبادة الجماعية وأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، هذا أمر يأخذ ليس شهورا، قد يأخذ سنوات، لكن الأمر الذي من الممكن أن يتم الحكم فيه في غضون أسابيع هو ذلك الأمر الوقتي العاجل بإصدار المحكمة أمر بوقف هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال. هذا أمر سهل إصداره، وأتصور فكرة الدفاع الشرعي التي ترتكن إليها الدولة الإسرائيلية يمكن الرد عليها بأن الدفاع الشرعي له شروط وله ضوابط، وأنه تعدى هذه الضوابط، وأنه يلزم أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع الخطر الداهم، وأيضا فكرة هذه الدفوع التي سمعناها اليوم في اليوم التالي، التشهير بإسرائيل وأنها جنوب إفريقيا لا تعد أن تكون مجرد بوق لحماس، الرد عليها دفاع غير منتج لا يرد على أصل الاتهام وعدم المعقولية. فتصور أن القضية يمكن الحكم عليه، يمكن الحكم بسهولة فيما يتعلق بهذا الشق الطارئ المستعجل، وهو إصدار المحكمة أمر بوقف العدوان. العقبة الوحيدة هي أن هذه الأحكام مع أنها أحكام نهائية، لكنها لا تمتلك القوة الجبرية أو آلية لتنفيذ هذا الحكم، فسيرفع الأمر في الأخير في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن باعتباره الفرع التنفيذي للأمم المتحدة، والذي يمتلك وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة أن يستخدم القوة الجبرية في تنفيذ هذا الحكم أو ذاك القرار. أستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
صرحت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل أن إسرائيل أخفقت وبشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وشددت المتحدثة الأممية على أن انتهاك إسرائيل هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى. وأشارت روسيل إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا مرارا وتكرارا إلى أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، والسماح أيضا بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. وطالبت الجزائر أن يناقش اجتماع مجلس الأمن خطر التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. هذا ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إلزي براند الإحاطات لأعضاء المجلس. أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرارا أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا برفض التماس تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية في القدس للسماح للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام من أنحاء العالم بدخول غزة متذرعة بمخاوف أمنية. وجدد الاتحاد في بيان أصدره أن دعوته للمحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة لضمان التغطية المستقلة والتوقف عن تقويض حرية الصحافة، معربا عن خشيته من أن يساهم تمديد الحظر في استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على تغطية الصحافة الدولية للحرب في غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23,708 وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 60,000. وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد المدنيين خلال 24 ساعة راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا، مشيرة إلى أن الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم. خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم الواقع شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك عقب اقتحام الاحتلال للمدينة، مما أسفر عن تجريف البنية التحتية في المخيم وإلحاق أضرار بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وانقطاعها بشكل كامل. أفادت تقارير بأن الأوضاع في المستشفيات القليلة التي ما تزال تعمل في غزة كارثية بعدما يقرب من 100 يوم من القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع. وصرحت الطبيبة الأمريكية سيما جلاني في رسالة صوتية نشرتها لجنة الإنقاذ الدولية الإغاثية أنه لم يعد هناك عقار المورفين، وذلك عقب عودتها من مهمة استمرت أسبوعين للجنة الإنقاذ الدولية في مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة. We'll be right back.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن اشتداد الحرب وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى تعرض 90% من الأطفال دون سن الثانية إلى الفقر الغذائي الحاد. بعيون يملأها الدموع، وقف الأطفال النازحون في غزة ينعون أباءهم بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل على رؤوس ساكنيها. الطفل أحمد البالغ من العمر 13 عاماً أصبح العائلة الوحيدة لأسرته بعد فقدان والده وأعمامه. عاد أبوي استشهد فيها، وأخويا عاد تصاب في رجله. كان أبوي بيعني لي كثير في حياتي، هو كان سند وعزوتي، كان هو يجي على المدرسة يسأل عني يعطيني مصروف، كان لما قبل ما أنام يغني لي وخلي لي ويحضني قبل ما أنام، وكان يطششني كل ما يكون مبسوط يطششنا إحنا وإخواتي. وفي عمرها الصغير الطفلة رغد البالغة من العمر 14 عاما فرض عليها القدر أن تصبح العائلة الوحيد لأخواتها الصغار وتتولى مسؤولية الأسرة. بابا راح، كان دايما يساعد أمي في مثلا يساعدها يريحها شوية في الطبيخ، يساعدنا في الدراسة. الحين هو راح الله يرحمه، وبصير أنا الحين بعمري هذا أحمل مسؤولية أكبر، وقدر الإمكان أني أغطي أخواتي أخوتي الأصغر مني، أنه ما حسسهمش بغيابه، وأنا عارفة أنه الأب فيش حدا بياخد مكانه. يتجول الأطفال بين الخيام بحثاً عن الطعام لأسرهم، ومن بينهم الطفلة ليلى البالغة من العمر 7 سنوات وأخوها خالد البالغ من العمر 4 سنوات اللذان فقدا والدهما جراء قصف الاحتلال لمنزلهما وأصبحا نازحين في احتياج للعلاج والطعام والشراب. هاد الدار علينا اليهود، وأبوي استشهد، عمتي استشهد، عم عوض، وعمي استشهد، وعم إبراهيم وصهيب، وعم ويعني كنا تصابنا وما حدش تصاب، وأنا هيني متصابة برجلي. ومن بين النازحين أيضا الطفل أحمد البالغ من العمر 12 عاما الذي فقد والده وأقاربه، وأصيب أخوه بات نازحا مع من تبقى من أسرته دون ماء أو غذاء أو مال. قصف الدار علينا، قصف الصاروخ في النص، فانقصفت الشقتين اللي فوق، دار عمي ودار اللي فوقيها. فابن عمي والشهيد طار من السور، طار من الطبق الرابع على الأرض، وأخويا نزل رجلي مقطوعة متصاوب، وأبويا نزل متساجد على الأرض على القبلة دغري ومستشهد. أما الطفلة آلاء البالغة من العمر 11 عاما تسترجع بعينين باكيتين مع أخيها في منزلهما المنهدم جراء القصف ذكرياتها مع والدها. أول شيء كنا قاعدين متخرف، أجا أخوي حكالنا إنه أبي استشهد، كنا صرنا نصيح ونبكي وزعلنا يعني صحية. تاني إشي إحنا طلع يعني نمنا، أجت حياة جديدة بدون أب يعني. وفي وقت يهدد فيه الجوع والعطش آلاف الأطفال النازحين في غزة، يتحمل الأطفال مسؤولية إطعام وإعالة أسرهم في مأساة إنسانية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك مقترحاً جديداً لصفقة لتبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 3 أشهر وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. ولم تكشف الهيئة عن الجهة التي طرحت المقترح الجديد، لكنها نقلت عن صحيفة يديعوت أحرنوت أنه يتضمن أيضا الإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين وعودة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع، بالإضافة إلى إنشاء إدارة بتمويل دولي لإعادة إعمار غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم يرد رسميا بعد على هذا التقرير. We'll be right back.
أعربت الأمم المتحدة عن أسفها إزاء العقبات التي تضعها السلطات الإسرائيلية أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك إنه خلال الفترة ما بين الأول والعاشر من يناير الجاري لم يكن من الممكن إيصال سوى 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية. وأعرب دوغاريك عن أسفه لكون قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات. استقبل مطار العريش الدولي بالشمال سيناء 5 طائرات تحمل 38.5 طن من المساعدات و88 طبيبا لغزة. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ حمولة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني. استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وحملت جوازات السفر الأجنبية فضلا عن دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع. هذا وتم التنسيق لاستقبال 25 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث يجري نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مصرية مجهزة، كما يجري استقبال 17 من حملة الجوازات الأجنبية من جنسيات أمريكا وكندا وبلجيكا، حيث سيتم نقلهم من ميناء رفح البري إلى مطار القاهرة لمغادرة البلاد بالتنسيق مع سفارات دولهم بالقاهرة. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعونا فيها. روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات على اليمن. طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، حيث شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة لقوات الحوثي باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة. كانت موسكو نددت بالضربات العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن ووصفتها بأنها تصل إلى حد المغامرة غير المسؤولة التي تهدد بنشر الفوضى في الشرق الأوسط بأكمله. أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط ليكسوس جرينكويتش أن قوات الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لقوات الحوثي. وأضاف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط أنه تم استخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على قوات الحوثي. من جهتها هددت قوات الحوثي بالرد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقعها باليمن مؤكدة أنها لن تمر دون عقاب. وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات أسفرت عن مقتل 5 من قواته وإصابة 6 آخرين، وأضاف أنهم سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب. في خطوة جديدة تنقل الصراعات في المنطقة لمرحلة أوسع نطاقا وأكثر خطورة، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول أخرى ضربات ضد عدد من الأهداف التابعة لقوات الحوثي في 6 محافظات يمنية. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوضح أن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ في مسعى لإضعاف قدرة قوات الحوثي على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي تعليق منه على تلك الضربات أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه الضربات تأتي كرد مباشر على هجمات قوات الحوثي على السفن الدولية في البحر الأحمر، مضيفا أنه لن يتردد في إعطاء التوجيهات اللازمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني ضربات استهدفت منشآت عسكرية تستخدمها قوات الحوثي في اليمن، مشيرا إلى أن البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات حارس الازدهار. وعلى الرغم من تأكيد المؤشرات الأولية حول ضربة قوية تلقتها القدرات العسكرية لقوات الحوثي على تهديد التجارة البحرية، إلا أن مؤشرات امتداد الصراع إلى آفاق أخرى أكثر خطورة ما زالت قائمة في ظل تمسك قوات الحوثي باستمرار هجماتها ضد أي سفن تتجه للمواني الإسرائيلية، بل وتوعدها بالمزيد إن لزم الأمر. أكدت حكومات 10 دول في بيان مشترك أن الضربات التي استهدفت مواقع لقوات الحوثي جاءت بناء على الحق الأصيل للدفاع الفردي والجماعي عن النفس بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. ولفت البيان إلى أن قوات الحوثي شنت ما يزيد عن 24 هجوما ضد السفن التجارية منذ منتصف شهر نوفمبر، وتمثل هذه الهجمات تحديا دوليا. هذا وأكد البيان أن الدول ما زالت تسعى إلى التخفيف من التوترات واستعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر. من جانبه أكد حلف شمال الأطلسي الناتو أن الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت قوات الحوثي في اليمن تهدف لحماية الملاحة في البحر الأحمر. وقال الناطق باسم حلف الناتو ديلان وايت إن هذه الضربات كانت دفاعية وتهدف للمحافظة على حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم، مشيرا إلى أن هجمات قوات الحوثي يجب أن تتوقف. أفاد مصدر حكومي إيطالي لوكالة رويترز للأنباء بأن بلاده رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن، موضحا أن روما تفضل انتهاك سياسة التهدئة في البحر الأحمر. وأوضح المصدر الإيطالي أن حكومة بلاده كانت ستحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان للمشاركة في أي عمل عسكري، بما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات أمام البيت الأبيض نظمها عدد من المحتجين على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي على عدة مواقع في اليمن. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المحتجين طالبوا بوقف القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن، بينما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية. All across this earth is...
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أحمد المنظري أن تدهور الوضع الأمني في ولاية الجزيرة السودانية أجبر المنظمة على تعليق عملها. وحذر المنظري من أن الأوضاع الصحية في السودان تزداد سوءا في ظل الصراع القائم حاليا، مضيفا أن السودان منسي في خريطة الصراعات العالمية، مشيرا إلى أن ولاية الجزيرة كانت ملجأ لما يقارب من 500 ألف سوداني، وأن 46% منهم من النازحين من مناطق أخرى، حيث تعتبر الولاية السلة الغذائية لكل السودان. States from the Eastern Mediterranean region, as well as other regions, will be, you know, proud to represent themselves at this high-level meeting and report back on whatever progress that they managed to make in less than 6 months, specifically on 22nd September 2023. At that meeting, I'm sure countries will report back on progress and challenges on the road towards our NTB goals. مرحبا بكم مجددا. أعربت مصر عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن. ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر. واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق، وأن حذرت منه مرارا وتكرارا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة. كما أكدت مصر على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين. والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر أنباء المال والأعمال، الأنباء الاقتصادية. وسارة نجيب. شكرا لكما سحر وليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. شهد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي مراسم توقيع اتفاقية الاستحواذ على حصة في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية. وأعلنت القابضة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة أدناك عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة آيكون ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى من خلال زيادة رأس المال. وتعد آيكون شركة رائدة في سوق الفنادق الفاخرة في مصر، حيث يمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري. وبموجب هذه الصفقة تبلغ حصة القابضة ADQ من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة أدناك 51%. تنطلق معارض أهلا رمضان في منتصف شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، وستشهد كل محافظة معرضا رئيسيا فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية. وأكدت الدولة توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين وتجار لمدة تتراوح من 2 إلى 3 شهور فضلا عن التعاقدات الجارية. يتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
حصلت مصر على المركز الثالث في أول مشاركة لها في المسابقة الدولية لإدارة سلاسل الإمداد بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز الفريق المصري إليت المكون من 4 طلاب من طلاب كلية النقل الدولي واللوجستيات فرع أسوان بالمركز الثالث عالميا، إلى جانب منحة دراسية كاملة لدراسة البرامج المتخصصة في سلاسل الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية. ونجح فريق إليت في مواجهة وتجاوز التحديات خلال المسابقة، حيث كان من ضمن هذه التحديات التنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي. يتواصل موسم عصر قصب السكر بعد انتهاء حصاده ونقله للمصانع في نجع حمادي وكومومبو، وتواصل الدولة جهودها لزراعة محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية. جهود متواصلة تقوم بها الدولة لزراعة محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات، ولا سيما قصب السكر الذي تواصلت عملية عصره بعد انتهاء حصاده ونقله للمصانع في نجع حمادي وكومومبو وإطلاق إشارة بدء العصر. ففي كومومبو يستقبل المصنع يومياً حوالي 15,000 طن من قصب السكر من المزارعين والموردين بإنتاجية تصل إلى 1,300 طن سكر، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 1.5 مليون طن سكر، وهو يمثل إنتاج زراعة 52,000 فدان من قصب السكر. موسم العصير بيبدأ إن شاء الله ب1/1/2024. متوقع السنة دي إن شاء الله بإذن الله نعصر حوالي 1.5 مليون طن قصب بمعدل 15,000 طن يومي، يعني في حدود أكثر من 100 يوم بقليل، 102 يوم تقريبا. وفي هذا الإطار أعرب المزارعون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لرفعه سعر طن القصب تسليم المصنع إلى 1500 جنيه بزيادة قدرها 400 جنيه عن العام الماضي، ويحصل المزارعون على الشيك الخاص بالتوريد فور الانتهاء من الميزان. مراحل التصنيع تبدأ باستقبال القصب من المزارعين، حيث يتم تفريغه بواسطة أوناش ثم رفعه إلى طبال آلية، ثم يتم تكسيره إلى قطع صغيرة مع تجهيزه للعصر، وكلما كان التجهيز أفضل زادت جودة الاستخلاص ثم يدخل مرحلة العصر. احنا مصنع كومومبو ده مصنعنا، وانا مزارع وعن ابويا وجدي مزارعين في مصنع كومومبو، وبنورد ما يقل عن 500,000 طن سنويا، ولا وفي مشاركه بيننا وبين اداره مصانع السكر. بنزرع قصب من ايام جدي الله يرحمه، بنورد لشركه السكر على طول. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوده العظيم في دعم الصناعة ومزيد من التقدم والرقي إن شاء الله. الحمد لله، يعني في زراعة القصب أبا عن جد، الحمد لله تمام، السعر مناسب معادل، الحمد لله مجازي مع الفلاح، وفي زيادة إنتاجية واخد بالك، يعني للفدان كويسة من 60 62 طن 63 طن. بورد قصب كل سنة، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته اللي هو قايم بيها، وإن شاء الله كده ربنا يعدل حال البلد. مصنع كومومبو ذو التاريخ العريق هو صرح صناعي من أكبر المصانع التاريخية على مستوى الشرق الأوسط، فقد تم إنشاؤه في عام 1912، ويعصر ما يقرب من 2 مليون طن من القصب المورد من حوالي 18,000 مزارع، لينتج 25% من الإنتاج المحلي للسكر بإجمالي 200,000 طن. أكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وأكدت الهيئة أن الملاحة منتظمة من الاتجاهين، وأن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2,300,000 طن. وأكدت هيئة قناة السويس حرصها على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط 4% مع تحول ناقلات نفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لقوات الحوثي في اليمن. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.1 لتصل إلى $80.57 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 4.2% لتصل إلى $75.07 للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.48% لتصل إلى $2.74 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.97% لتسجل $3.28 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى أسواق الأمريكية، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع، وعزز توقعات على تخفيضات قريبة الأسعار الفائدة الأمريكية وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، كما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.23%، وزاد كذلك المؤشر ناسداك المجمع 0.23%. انتهت جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى سحر وليلى. إليكم. شكرا لك سارن. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يرفض أمام محكمة العدل الدولية اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية في غزة. جنوب أفريقيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي أدلة تنفي الاتهامات الموجهة إليه، ويطالب محكمة العدل بوقف العدوان على غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 23,000 وأكثر من 60,000 مسقوطة. في ختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. شكرا لكم وإلى اللقاء.